حسنا يا ليزا، وصلنا إلى المحاضرة الخامسة أنت تحب هذه؟ نعم، عنوانها هو العلاقة الحميمة، أما العنوان الحقيقي فهو الجنس. سوف نتكلم عن الجنس حبيبي العلاقة الحميمة أحب أن أكلمك عن الجنس إذا فالحلقة عن الجنس هذا ما كنت أود سماعه ممتع حسنا، منذ أكثر من ثلاثة عقود تزوجنا، نعم. وكل منا أحضر تحديات فريدة إلى فراش الزوجية، وكنا نظن أن الزواج سيمحوها. عرفت أن كثيرين يعتقدون أنه حين يتزوجون سيمحى كل شيء، فكل ما أدمنوه وكل ما كان يمثل تحديا، يظنون أن في يوم نطقهم بالعهود كل شيء سيمحى. لكن لم يحدث هذا معك ومعي. ومره اخرى سنكون واضحين وصرحاء سنقدم لكم حقائق لن نذكر تفاصيل ان اولادنا هنا لكن نريد ان نفضي لكم ببعض الامور لاننا نعيش في عالم ووسط ثقافه الان لا تزن الامور لا تقدر التكلفه لا تفهم ان الاختيارات التي تقوم بها في العشرينيات ستؤثر عليك في الاربعينيات لقد فهمت ذلك بعد أن أصبحت مؤمنة. كبرت في عائلة قالت لي أن الجنس يجب أن يُدخر للزواج لكن لم يقولوا لي سبب فقط لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك، وكنت أفعل كل ما كانوا يرفضوه، فلما لا أفعل ذلك أيضاً؟ كنت طالبة في الجامعة وقررت أن أكون مسؤولة عن سلوكي الجنسي، ف... فكنت آخذ حبوب منع الحمل وجعلت صديقاتي يأخذونه، كنت كقديسة في تأييد حبوب منع الحمل في نادي الفتيات، ولم أتخيل أبداً أن خياراتي الجنسية التي ظننت أنها تحررني سترجع فيما بعد لتوقع بي وعندما خلصت في عمر الواحد والعشرين كنا نتحدث وصليت معي ولدت ثانية وامتلأت من الروح القدس وشفيت في لقائنا الأول وقلت لي أنت مؤمنة وأنا قلت أنا سعيدة لأني كنت على خلق لماذا قلت كلاما غبيا كهذا لا أعرف لكني لم أكن أفهم الأخلاق والقداسة كنت أظن أنه إذا نمت مع أشخاص أحبهم أكون مؤدبا، لم أنم مع شخص لا أحبه، لست مثل صديقاتي أنام مع الشخص من أول ليلة، كنت أنتظر حتى أحبهم ثم أنام معهم، وأذكر بعدها حين بدأنا نتواعد قلت أنا سعيد أننا حفظنا أنفسنا فنظرت إليك في رعب. إذ عرفت فجأة أن عواقب اختياراتي الخاصة كانت تؤثر على حياتك وأذكر اليوم الذي عرفت فيه أننا سنرتبط وأنك سوف تطلب مني أن أشاركك حياتك وعرفت أنني يجب أن أخبرك بالحقيقة كلها يجب أن أقول لك أنا آسفة لم أكن مدركة كنت أظن أن أخلاقي ممتازة ولكن بعد أن قرأت الكتاب تذكر حين خلصت كنت أظن أن النظافة من الإيمان آية وحين بدأت وإنجيل بولس قضيت الليل كله أبحث عن إنجيل بولس لم يكن لدي إطار إيماني ولا أي فكرة عن أي شيء على كان العلاقة الحميمة واذكر اني شعرت باني لا استحقك واني قد ضيعت اروع فرصه جاءتني لابني حياتي مع رجل يهتم بي ويحب الله ويستخدم اسمي في الحديث لأن الرجال الذين عرفتهم من قبل لم يفعلوا ذلك، لذا فجأة شعرت أني لا أستحق هذا. أنت تستحق أفضل من ذلك، وأذكر أني ذهبت لأتمشى في حديقة فيرفيلد في دالاس وبحيرة وايت روك وصرخت إلى الله. وندمت كثيرا <applause> كنت اعرف انه قد سامحني لكن الندم كثيرون لا يفهمون ان الله سيسامحهم على قراراتهم لكن سيكون هناك عواقب عندما كان أولادي صغارا كانوا يقذفون الكرات في المنزل فتنكسر زهرية ثم يقولوا آسفين فأقول وأنا أيضا آسفة لكن عليكم أن تربحوا مالا لتعوضوا زهرية. ألم سامحين؟ نعم ولكن العواقب تقول أنكم يجب أن تعوضوا زهرية. لا يعني هذا أن أعوض عذريتي ولكن كان يجب علي أن أقول الحقيقة. واذكر اني جئت اليك فنظرت الي وقلت كنت اصلي لاجلك ويريدني الله ان اقول لك ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، وقلت شيء مثل: أعرف أنك عذراء، لكن إذا لم تكوني عذراء فستكونين كأنك عذراء، يا إلهي، أعتقد أني سأتقيأ، وقلت: حسنا، لقد جئت لأخبرك بشيء، لا، الأمر ليس كذلك، أنا آسفة جدا، أنا لست عذراء، ونظرت إلي. وامسكتني من كتفي ونظرت الي وقلت ان كان الله يدعوك عذراء فمن نحن لندعوك بغير ذلك واذكر انك في تلك اللحظه ازلت كل عاري لكن اذكر ايضا اني ايقظت نشاطي الجنسي بالشهوه وليس بالحب فعندما دخلت الى الزواج حيث اردت ان احب لم اكن اعرف كيف لاني كنت اعرف ان الجنس شيء سيء وخاطئ ومحرم وفجاه اصبح جيدا ومفرحا وتقيا لم اكن اعرف كيف اقوم بهذه النقله كان امرا صعبا علي وكان علي أن أسمح لله بأن يشفي نشاطي الجنسي وأن يخمده في بيئة الشهوة حتى يمكنه أن يوقظه في بيئة حب، وكان لديك تحديات أيضاً. حسناً، لقد حفظت نفسي، لكني في الواقع لم أحفظها في رأي يسوع، لم أكن مؤدباً إذ كنت مستعبداً للمواد الإباحية، وأحضرت هذا إلى زواجنا، ظاناً أن زواجنا سوف يمحيه، لكن لم يحدث هذا. و رغم أنني حفظت نفسي لزوجتي أثر إدماني على قدرتنا على الاستمتاع ببعضنا جنسياً. لذلك في الثلاث أعتقد الثلاث زيجات الأولى ثلاث يعني... زيجات آسف الثلاث <applause> كم مرة تزوجت؟ هناك أمر لا أعرفه اطمئني <applause> اشعر بتحسن خلال الثلاث سنوات الاولى من زواجنا كانت هذه مشكله كبيره في حياتي وزواجي بامرأه جميله ولا زلت جميله في نظري لم يحل المشكله ثم أدركت أنها مشكلة حقيقية، وفي عام 84 كنت أقود سيارة الكنيسة لأوصل أحد أعظم رجال الله في جيلي ليستر سامرول التحريري التحريري وفتحت قلبي إليه وقلت أنا مستعبد للمواد الإباحية والعادة السرية، فقال يجب أن تكف عن هذا، فقلت حسنا لكن هلا صليت لأجلي؟ فصلى لأجلي ولم يحدث شيء كان هذا في خريف أربعة وثمانين وفكرت أن أبحث عن شخص لديه موهبة تحرير أقوى ولكن لم أجد وأذكر أيضا أذكر أنه قال لك هل تعلم كم شابا يخبرونني بأنهم يصارعون مع نفس الشيء؟ نفس الشيء كان هذا عام أربعة وثمانين خريف أربعة وثمانين وفي ربيع خمسة وثمانين أذكر رجلا آخر محترما خادما أعطاني شقته لأربعة أيام، فذهبت وصمت وصليت. قلت: يكفي هذا يا رب، يجب أن أواجه هذا الأمر. وتحررت تماما في 6 مايو 85. أذكر التاريخ، أذكر كل شيء. وأذكر أني كنت في حيرة يا ليسة لأن شهورا كانت تمر وأنا أسير في الحرية، وقلت: لا أفهم يا رب. لماذا لم اتحرر بصلاه الدكتور سامرول لماذا بعد تسعه اشهر ولفت الله انتباهي الى حياه صلاتي كنت اصلي دائما يا رب استخدمني 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 كانت صلاتي مرتكزه على اهتمامي بالا تمنعني هذه الخطيه من الخدمه حدث تغيير حقيقي في طريقه صلاتي واصبحت يا رب اريد ان اعرفك لا تسمح بان يقف اي شيء بيني وبينك واراني الرب انه في كورنثوس الثانيه سبعه يقول حزن العالم ينشئ موتا ودينونه الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ خلاصا اي تحريرا حزن العالم يقول ماذا سيحدث لي لن استمر في الخدمه ماذا سيكلفني نعم الحزن المقدس يقول انا اجرح قلبك اريد ان اتوقف اراني الله ان هذا التغيير في صلاتي هو الذي ساعدني لاتحرر وهناك امر مهم اصبحت علاقتنا الجنسيه افضل كثيرا لكن لاحظت ان علي ان اهرب اجبر نفسي على الهرب من المواد الاباحيه والشهوه لمده سنتين بعد التغيير لكن قبل ذلك لم استطع ان اهرب وكانها كان لديها سلطان علي لكن بعد ذلك اصبح لدي القدره على الاقل ان اهرب وكنت الاحظ اني كنت ادير راسي اه يا الهي كان العدو يحاول ان يرجعني انا واثق من ذلك لكن بعد سنتين تجدد عقلي وفهم قلبي لأن ما حدث هو أني بدأت أرى الفتيات في المواد الاباحية، بدأت أراهن كبشر ليس كأدوات للجنس، ليس كأدوات للجنس، إنها ابنة لرجل ما وهن مخلوقات على صورة الله. والآن أستطيع أن أقول بكل صدق أمام كل الرجال: أنا الآن أنفر من المواد الاباحية، إذا أبرقت أمامي، أوف. ولكن الأمر تطلب سنتين من الهروب، ثم ما أدركته هو أن فراش الزوجية أصبح رائعاً، وكل ما تخيلته أصبح يحدث هناك، لكنه لم يكن غريباً كما كنت أتخيله، إن كنتم تفهمون قصدي. لذلك الناس يخدعون أنفسهم بالانخراط في المواد الإباحية فيحرمون من العلاقة الممتعة. والاكثر من ذلك انني تكلمت مع سيدات وقلنا لي انهن جلسنا هن وازواجهن مع مشيرين مسيحيين قالوا لهما انهما يجب ان يشاهدا الافلام الاباحيه معا هذا يرعبني وان هذا سيزيد رغبتهما الجنسيه مشيرون مسيحيون مسيحيون نعم اقدم احصائيات اليكم الاحصائيات مستعدون هناك 430 مليون موقع إباحي على الإنترنت هذا يعني أنه من الممكن أن تحدث 32 ألف خطية زنا كل 30 ثانية حين أقول خطية زنا أعني هذا لأن يسوع قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه هذا زنا لا يهمني نوع الزنا أنا لا أريد أن يكون في حياتي أي شيء يمت بصراط للزنا، لأن الزنا يدمرني، لأن الكتاب واضح جدا أن كل خطية عواقبها خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده هو. لذلك لديها رباط مثلوث عليك. الروح والنفس والجسد الخطايا الأخرى ربما تكون على جسدك أو على نفسك فقط لكن هذه الخطية تضفر نفسها في الثلاث نواحي جميعا إنها قوية لنقرأها في كورنثوس الأولى 6 ثمانية نعم أريد أن أرجع إلى تلك المقولة لم يمر مثل هذا الجيل في هوسه بممارسة الجنس نعم. رغم ذلك يوجد القليل من الحب والكثير من الشهوة والشهوة في الواقع تتلف العلاقة الحميمة. سمعت ما قاله جون أنه حين استطعنا أن نبعد هذه الأمور عن طريقنا عزز ذلك علاقاتنا الجنسية. فعلًا. وأردت أن أقول أيضًا أن الأمر ليس له أي علاقة بشكلك أو الشكل الذي تنظر إليه. الامر هو انت مع من انت مع شخص يمكنه ان يقدم حياته من اجلك مع شخص يلد اطفالا لك انت تبني ميراثا جنسيا يجب ان نفهم ان العالم يقول هيا اخلع ثيابك استمتع بكل شيء وانت شاب سيسوء الامر لكي نكون صادقين معكم نحن في الخمسينات ونستمتع بالجنس الان اكثر مما كنا في العشرينات هذا حقيقي هذه هي الحقيقه نحن مرتاحين اكثر مع بعضنا البعض ومنفتحين اكثر مع بعضنا البعض لذا كل ما هو افضل لازال امامكم والاسوا اصبح وراءكم اذكر حين كان اديسون في شهر العسل اظن اني ارسلت له رساله قلت فيها شيء مثل تذكر هذه اسوا علاقه جنسيه ستقوم بها لان هناك الكثير من الضغوط عليهم فحين تتزوج علاقة مبنية على الأداء تجد الناس في كل مكان ينظرون إليك، تشعر وكأن الناس في المصعد يقولون: نعرف ما تفعلونه. أذكر مرة كنا في الطائرة وقلت: توقف عن إخبار الناس بأننا متزوجان، سيعرفون أننا سنمارس الجنس الليلة. كان الأمر بشعاً وغير مريح، ولا يفترض أن يكون هكذا. في الواقع من المفترض أن يكون أمراً كل فعل فيه يضيف كرامة لزواجكم، ويضيف سمواً لزواجكم، ويضيف حميمية لزواجكم. الله يحب هذا، يعشقه، يعشقه، هو من اخترعه. هو اخترعه. كل ما يصنعه الله يفسده العدو. نعم. فيقلب الأمر ليجعلنا بدلاً من الحميمية يجعلنا ننسحب ونقول أنت لا تكفيني أو أنت وحدك لا تكفيني أريدك أن تأخذ الفياجرا أو أريد معك لعبة جنسية أو أريدك ومعك فيديو او انا لا اكفيك فما يحدث هو ان تتكون هناك مقارنات ومفارقات كثيره بين الواقع والخيال الحقيقه هي ان شكلنا انا وجون كان اجمل من دون ملابس ونحن في العشرينات عما نبدو الان ولكننا نستمتع من دون ملابس في الخمسينات اكثر واحد من اهم الاسباب اريد هذا ايجابيا كنا تحت ضغط كنا تحت ضغط الثقافة، فالثقافة تقول يجب أن يكون أداؤك مميزاً. لذا في سنة زواجنا الأولى كنت أفكر يجب أن يكون أدائي مميزاً، لكن الآن ليس علي أن أفكر بهذا الشكل. يجب أن تفكر. حسناً. لا أنا أمزح، لما تقول هذا؟ أنت رائع. بمعنى آخر، الدافع هو الحب. أشعر أنا أحب هذه المرأة جدا، لا أريد أن أمارس الجنس مع أي شخص غيرها، أحب هذه المرأة فقط. نحن نفعل ما خلقنا لنفعله معنا، نعم. الأمر ليس أداة. إنه تعبير، تعبير كامل، روح ونفس وجسد، عن حبي لليسا وعن حبها لي. إذا الأداء الآن ليس مسيطرا كما تتخيلونه، ولكي أكون صريحا معك، عندما أقيم علاقة معك الآن، يكون هدفي الأول هو أن أشبعك. عندما افعل ذلك اشبع انا لذا اظن انه يجب ان يكون هذا هو هدف كل رجل وهو يقيم العلاقه لهذا السبب اظن انه يجب ان يكون هناك تبادل معلومات عما سيحدث في العلاقه لانه ربما تكون هناك امور معينه غير مريحه بالنسبه لاحدكم والآخر يريدها فإن كان شريك حياتك غير مرتاح لأمر لماذا تصر عليه؟ أليس الهدف هو أن تعطي شريكك وقتا ممتعا؟ يبدو لي أنك تريد أن تأخذ شيئا من هذه العلاقة أؤمن أن العلاقة الجنسية الصحيحة الصحية بين الزوج والزوجة تحدث حين يهتم كل منهما بإسعاد الآخر بالضبط أول مكان ستظهر فيه مشاكلكم هو فراش الزوجية، نعم، لأن هناك يكون الشخصان عرضة للانتقاد. فإن كان هناك ضغط أو مواضيع عالقة أو عدم غفران، تجد الزوجة تعطي ظهرها لزوجها: "لا تلمسني بقدمك، سيكون هناك تصدع في الفراش". لكن إن كان هناك مشاكل في زواجكم، ضغوط خارجية، لكن فراشكم ملاذا، تستطيعون تهدئة كل العواصف. العواصف الموجودة داخل زواجكم هي التي ستدمره. ليس العواصف الخارجية. كثيرون لا يفهمون هذا الأمر. كنت تنوي قراءة كورنثوس الأولى 6 18 من ترجمة نيو ليفينج تقول اهربوا من الزنا. كلمة اهربوا هذه تتكرر بهذا المعنى مرة واحدة فقط وهي عندما هرب لوط وأسرته من سدوم والهرب معناه أن تجري في رعب دون أن تنظر وراءك نعم اهربوا من الزنا اجري في رعب لأنها لديها القدرة أن تدمر حياتك. يقول لأنه ليس هناك خطية تؤثر على الجسد بشكل واضح مثل هذه الخطية. الأخلاق الجنسية السيئة هي خطية ضد جسدك، فلا تقول "آه حسناً أظن"، بل تهرب. لقد تكلم جون عن المواد الإباحية. أذكر حين كنت صغيرة، كان لدي صديقة تدعى "مارسي"، كانت جارتي وكان والدها لديه مجلة "بلاي بوي". وهي تعتبر عادية بالنسبة لهذه الأيام، لكن بطريقة ما وسط بيتها الكبير، أنا وهي عندما قضيت ليلة في بيتها بطريقة ما، وجدنا تلك المجلة وخبأناها في ملابسنا وجرينا وتفرجنا عليها. وأذكر كيف تسببت فجأة في تشويه نظرتي كطفلة لجسمي ولجسم أمي. ما هذا الذي يفعله الناس؟ لماذا يخلعون ملابسهم؟ كنت متحيرة جدا وأذكر أيضا أن والدي كان لديهما شيئا مخبأ في حجرتهما وأذكر أني كنت أرعى أخي وكنت أشاهد التلفاز وفجأة شعرت يجب أن أذهب إلى ذلك الدرج وذهبت إلى الدرج وفتحته وبحثت فيه ووجدت كتابا إباحيا أقول هذا لأن السيدات الآن يقرؤون مثلا خمسين ظلا رماديا هذا كتاب إباحي ربما ليس فيديو وليس صورا لكنه إباحي وسيحارب قدراتك على أن تحصلي على علاقة حميمة مع زوجك وأن تصنعي روابط مع شريكك تظل مدى الحياة لأنك دائما ستقارنين والمقارنة كما يقول ثيودور روزفلد تسرق السعادة لن تحصلي على السعاده في زواجك في وجود المقارنه نعم وهو امر غير صحي لانهم يقولون ان الشباب اليوم ياخذون الفياجرا لانهم مربوطون للغايه بالصور الجنسيه والمقاطع الجنسيه التي يشاهدونها على الانترنت لدرجة أنهم لا يقدرون أن يتجاوبوا مع زوجاتهم لذا فإنها تفسد الناس الدكتورة كارولين ليف تقول إن هذا الأمر يدمر العقل كله إذا حين تخطئ ضد جسدك أنت تجرد نفسك من القدرة على عمل علاقة حميمة صحيحة أنت الآن تعيش عالما مصورا وكورنثوس الأولى 6 ستة 16 ستة تقول العلاقة الجنسية ليست فقط جسم مع جسم بل هي سر روحي أكثر من كونها حقيقة مادية هل أقرأ هذا ثانية؟ العلاقة الجنسية سر روحي أكثر من كونها حقيقة مادية كما هو مكتوب يصير الاثنان واحد هذه حقيقه علميه عندما تنام مع شخص ما فانت تنام مع كل من نام معهم هذا الشخص خلال السبع سنوات الماضيه هذا مثبت علميا حين عمل الله الجنس قال سابدع شيئا ممتعا يجعل شخصين يظهران حبهما لبعض بحق ويربط بينهما ويخلق جسدا واحدا فيكونان واحدان في الروح والنفس والجسد فقال العدو سافسد هذا وسوف افتتهم بحيث لا يقدرون ابدا ان يرتبطوا بشخص واحد فقط لقد ذكرت الإباحية ونحب في إرسالياتنا أن نتصدى للتجارة في البشر لكن إذا قرأت الإحصائيات تجد أن مشاهدة الرجال الأفلام الإباحية حتى لو قليلا تقنعهم بأن الاغتصاب ليس جريمة ويبدأون في النظر إلى الأطفال في ضوء مختلف تماما كثيرون يقولون كيف يمكن أن يمارس شخص الجنس مع طفل حين تشاهد الفن الإباحي تأثيرك الخطية وتجعلك تفعل اشياء لم تكن تريد ان تفعلها ابدا. هذا مخيف جدا جدا. انها الاكثر مشاهده على الانترنت حتى وقت قريب الى ان فاقتها مواقع التواصل الاجتماعي. الاكثر مشاهده اكثر ما يبحث الناس عنه في الانترنت العالمي كله هو المواقع الاباحيه ويوجد 430 مليون موقع. حسنا اسمعوا مكتوب في الامثال احب هذا اشرب مياها من جبك ومياه جاريه من بئرك احب هذا بئرك هل ترى كيف ان الله دائما يتكلم عن الشخص المتحد معك بئرك هل يجب ان تفيض ينابيعك الى الخارج سواقي مياه في الشوارع بمعنى ان الامر يخص الشخص المتحد معي ولا يخص غيره لتكن لك وحدك وليس لاجانب معك اليس هذا شيء رائع يتكلم الله حرفيا عنا كواحد هنا لتكن لك وحدك نحن واحد جسد واحد هذا هو السر العظيم الذي يتكلم عنه الكتاب هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك، اختر ما تريده من المكتبة الشاملة. كتب إلكترونية، منهج تعليمي كامل، فيديوهات وعظات مسموعة. سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة. اعرف المزيد على cloudlibrary.org وما يلي سيثبت لكم أني لا أقطع الكلام من سياقه ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك عندما يقول بئرك يتكلم عن الشخص المتحد معك امرأة شبابك الضبية المحبوبة والوعلة الزهية ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما رأيتم الله يريد هذا وبمحبتها اسكر دائما فلما تفتن يا ابني بامراه محرمه وتحتضن زانيه لان طرق الانسان امام عيني الرب وهو يزن كل سبله افهم هذا الله يعرف ما تفعله في الخفاء في الظلام حين تظن ان لا احد يراك فلماذا تريد ان اول كل شيء تدمر نفسك تدمر وحدتكما لا تستهن بهذا انظر إلى الأمر كسم اجري في رعب انظر بنظرة الله أحيانا ما لا يتحرر الناس من الخطية لأنهم لا يدركون خطورتها لذا ما نأمل أن تخرجوا به من هذه المحاضرة هو أن تفهموا أن السماح لأنفسكم بأن تفيضوا في الشوارع هي خطية خطيرة ضد أنفسكم ما هو مقدس بين شخصين يتلوث أمام الآخرين؟ لذا يجب أن يتم باحترام شديد هذه وصية من الله يقول في عبرانين ثلاثة عشر أربعة ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس لأن الله سيدين العاهرين والزناة وهذا مهم لأن كثيرين يعظون فراش الزوجية غير ناجس يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون عليه لكنها ليست آية شاملة حين تقرا هذا في سياق الافعال وتقراه في سياق الكلمات نحن نجزئ هذا نقول ليكن الزواج حال كون الشخصين متزوجين مكرما يتضمن هذا ان يكون له قيمه ممتازه ويكون غاليا وثمينا عند كل واحد والمضجع رمز العلاقه الجنسيه والاعمال الحسيه والحياه الجنسيه غير نجس نقيا من الانتهاك الجنسي لأن الله سيدين العاهرين الذين يمارسون الأنشطة الجنسية المحرمة سواء رجل أو امرأة وهؤلاء غير الزناة وهذا معناه أن هناك فرق بين من يمارس أنشطة جنسية محرمة وبين الزاني ربما نقول نحن متزوجان ومضجعنا غير نجس دعنا نحضر أفلام إباحية إلى مضجعنا لا بهذا نحن ننجس مضجعنا ونهين كرامته. نريد أن نؤكد على هذه الكلمة. المضجع يجب أن يكون مكرمًا، مكرمًا له كرامة. هناك الكثير من الأنشطة الجنسية التي تبعث على السؤال: هل يكرم هذا الرجل؟ هل يكرم المرأة؟ هل يكرم هذا عطية الجنس؟ احفظوه من الأنشطة المحرمة. ومن الفن الإباحي ومما يهين الجسد إذا الزنا والعهارة والمثلية والفسق كل هذا ينتهك خطة التكوين رجل واحد امرأة واحدة قلب واحد أصبح جسدا واحدا قال بولس في الأيام الأخيرة ستتغير رؤيتنا للجنس قال بولس في روميا واحد لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان لان اناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق تذكروا الخطية الجسدية هي ضد الجسد إذا الرغبة غير الطبيعية والفحشاء هما ناتجان عن الثقافة التي تستبدل حق الله بالكذب فحين نعيش اليوم في ثقافه تقول لله اخرج من هنا نريد ان نعيش بطريقتنا وهي الثقافه التي نعيش فيها المجتمع فما سيحدث هو وهو ما لم يحدث من قبل ان ما هو غير طبيعي بالمره ما قد افسد تماما يصبح الان مقبولا للكثيرين ويكشر الناس حين يسمعون كلاما ضده نحن ننجرف ان هذا دليل واضح على الانجراف بعيدا عن قلب خالقنا لذا انا لست هنا لاخبركم ما يقول المجتمع انه صحيح او خطا بل لاخبركم بما قصده الخالق لنا في الاصل وما هو جميل ورائع وبديع ومشبع يفسد الان والناس الآن لا يستطيعون أن يستمتعوا بالجمال الذي قصده الله للمتزوجين بسبب ما يفعله مجتمعنا. الحقيقة هي أنه يمكنك أن تتحرر من قيود المثلية الجنسية والأفلام الإباحية والأنشطة المحرمة والزنا، يمكنك هذا، لكن سيتطلب الأمر مجهودا، سيتطلب مجهودا، لذلك يقول الله: إحفظ نفسك، لكن الله رحيم. تاتي رحمته على حياتنا وتاخذ العتيق وتجعله جديدا يمكنه ان يجددنا لكن هذا يعتمد على تصميمك يجب ان تقول ساتمسك بوعود الله وساترك ثقافه هذا العالم انا ادرك يا جون اننا نعيش وسط مجتمع يقول لا تحملني عارك لن أتحمل هذا العار، أنا تحت النعمة، لكن الحقيقة عندما تبدأ تقول أن الأشياء المعيبة ليست معيبة، حين تبدأ تقول حسناً لا أريد أن أشعر بالعار، لذلك سأتعامل مع الأمور كأنها عادية. بالضبط، يجب أن نصمم ونصمم ونرى ما يريده الله لزواجنا ونستمتع بكل الأمور الرائعة. لدينا بعض الآيات هنا وآيات كثيرة في الكتاب لكنك يجب أن تتخذ قرارا أنت قررت ألا تنظر مزمور 101 ثلاثة لن أضع أمام عيني أمرا رديئا وأيضا يقول الله لحزقيال هل تنجستم بطريق أبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم حزقيال 20-30 كان هذا نمطا ومشكلة بالنسبة لشعب الله لمدة طويلة جدا نعرف أنه حين كان بنو إسرائيل يستعدون لدخول أرض الموعد نعرف كيف شجعهم بلعام أن يدخلوا النساء يخلقوا ثقافة عهارة لأن ما تقوله ثقافتنا نعم يمكنك أن تقول أنك تعبد الله لكننا نريدك أن تتصرف مثلنا توقف عن التصرف بطريقة مختلفة حسنا نحن مختلفون ولا اعرف ما الذي شاركت فيه في الماضي او من شكل لك الجنس لكني حقا وصلت الى مرحله فيها انا وجون معا قررنا ان نصمم باصرار وامسكنا بايدي بعضنا وقلنا يا رب نحن نريد ان نكرمك نريد علاقه حميمه نريد ان نكرم بعضنا يا رب نريد ان نفعل امورا تجعلنا نقول يا رب انت عظيم جدا لانك اعطيتنا هذه العطيه نريد ان نكون ثقافه تقول بان ما بداناه جنسيا في العشرينات نستطيع ان نحتفظ به في السبعينات لا نريد ان نقلق من مظهرنا او لياقتنا البدنيه نريد ان نكون قادرين على فعل هذا طوال عمرنا لأننا بنينا ميراثاً، تعرفون ما أتحدث عنه؟ لا نريد أن نجرح أنفسنا، يجب أن نصلي بالطبع من أجل المتزوجين وغير المتزوجين، أي شخص لديه تحدي أو خطية في هذا الأمر. أحب أن تختم بهذه الآية لأن هذا هو الهدف كله. يقول بولس: "فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح". ولكنني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. نعم بالضبط. اذا يمكننا ان نحضر هذه البساطه التي في المسيح الى غرفه نومنا ولا يحبس نعم. يسوع خارجا بل يدخل. سيحب هذا. يدخل. امين. ابانا في اسم يسوع اصلي من اجل كل شخص يسمعنا. أبانا سواء أكانت أفلام إباحية أو مثلية جنسية أو عهارة أو زنا أي نوع من الجنس المحرم أو جرح بسبب إساءة أو اغتصاب أو أي نوع من العنف نكسر سلطان العار من على حياتكم الآن في اسم يسوع نكسر سلطان الفساد الاخلاقي من على حياتكم في اسم يسوع نتكلم في اسم يسوع الى هذه الظلمه وهذه القيود نحن نمزقها باسم الرب يسوع المسيح الناصري ويا ابانا نصلي الان ان يكون هناك صحه وشفاء في فراش الزوجيه وبالنسبه لغير المتزوجين اصلي يا الهي من اجل استعاده النقاء ليبداوا في السير بطهاره عذراء عفيفه كما فعلت مع ليزا منذ سنوات بعيده ليغسلكم دم يسوع المسيح ويغفر لكم ويعطيكم بدايه جديده اليوم في اسم يسوع نصلي امين وابانا اصلي لكل ابن وابنه نشط الجنس لديهم في وسط كابوس ليلي ابانا اشكرك في اسم يسوع لانك بينما يعبدونك ستبدا تغني لهم وتجعل ما نشط بطريقه خاطئه يرجع الى نومه اشكرك لانك ستعيده الى النوم لينشط مره اخرى في عالم الحب وعالم الاحلام في اسم يسوع في اسم يسوع امين امين